شبكة قمم إعلامية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الصورة المائلة، والذي أسعد به بضيف الكريم والدائم الأستاذ عبد الله بن محمد الداود الباحث والمفكر، فدعوني ورحب به أولا. فأهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا أيضا، وأنا أرحب بك ورحب بالسادة المشاهدين الذين يتابعوننا اليوم، وإن شاء الله يكون ما نقدمه من فقرات ومن أيضا المسابقة الكريمة إن شاء الله ما يرضيهم ويرضي الله عز وجل قبل ذلك. إحنا الشيخ عبد الله يعني مع البداية دائما نغلبك بالاتصالات، اليوم نغلبك بالمسابقة. طيب. فيعني اللوم علينا سيستمر. طيب. جزاك الله خير وبيض الله وجه، شكرا الله لك. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، سنبقى اليوم في حديث بعنوان كفى ما مضى. نسلط الضوء على بعض المراجعات لما تم في الحلقات الماضية من انطلاقة هذا البرنامج، برنامج الصورة المائلة، والذي امتد إلى هذا اليوم إلى قرابة 35 حلقة ولله الحمد والمنة. أيضا في وسط هذه الحلقة وفي ثلثها الأخير سوف يتم السحب على المسابقة، مسابقة الاختلاط التي يشرف عليها موقع الراعي الرسمي لها موقع الشيخ محمد المحسني. اليوم سوف نسحب على سيارتين وعدد من أطقم الذهب والجوالات وساعات الراديو وغيرها بإذن الله تعالى. أتمنى أن ينال الفوز جميع الإخوة المشاركين والأخوات المشاركات بإذن الله تعالى. أتمنى أن نسمح أيضا جزء قصير يعني لبعض المداخلات والاتصالات من أحبابنا الذين تأخرنا عنهم كثيرا في سماع صوتهم. أتمنى من ضيفي الكريم أن يسمح لنا اليوم في سماع بعض هذه المداخلات. أرحب بكم مرة أخرى على وسائل الاتصال، صفحة الفيسبوك الصورة المائلة بالإضافة إلى حساب تويتر الصورة المائلة والهاشتاج أو الوسم الصورة المائلة. أهلا بك، مرحبا أستاذ عبد الله. اهلا وسهلا، احييك ايضا. جزاك الله خير استاذ عبد الله. يعني دعني ابدا، يعني ونحن اليوم في مراجعات حول حلقات مضت وانطلاقات ومبادرات، ويعني انا اسميه حماس يعني في بعض الحلقات انا ودي بس حتى يتبين ايضا الاخوه والساده الذين يتابعوننا من حقهم علينا ان يكون الكلام واضح. ان تقصد المبادرات، اي مبادرات؟ المبادرات مثل مبادرة الحشمة التي انطلقت من هنا وهناك، مبادرات المسابقات مثل مسابقة الاختلاط، هذه مبادرة مبادرات الحمد لله هذا البرنامج، مبادرات اطلاق بعض الهاشتاغات التي انطلقت من البرنامج وبلغت الآفاق، بعض اللقاءات والدورات والمحاضرات اللي انطلقت يعني انطلقت في الدور النسائية وفي المجمعات النسائية وفي الأسواق وغيرها كثير. لسه اليوم في صدد ذكرها، مع أن التقرير يعني لما مضى موجود، يعني من أراد أن يبحث عنه فهو على حساب الصورة المائلة في المفضلة. ولكن نقول يعني نتحمس يوم، يعني هذا سؤالي الآن، نحن نتحمس يوم مع هذه المراجعات ونطفى شوي، يعني بادرنا في الحشمة نسيناها خلاص، يعني ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع حماسنا هذا الذي يأتي فينة ويغيب فينات أخرى؟ أترك الحديث لكم. في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. حقيقة الكلام الذي ذكرته نستطيع أن نقول أنه عتب محب لكل الأخوة الذين يتابعوننا، ولا نقصد بذلك أن نؤذي مشاعرهم، لكن نقصد أيضا أننا لابد لنا من وقفة مراجعة وأن ننتبه إلى رصيدنا السابق. يعني زي ما تفضلت البرنامج، نحن لا نملك الحقيقة إلا أن نتحدث، وصدور الأخوة الذين يشاهدوننا صدور الواسعة الحماس الإيمان الذي يملأ قلوبهم، بناء على هذا الإيمان والرصيد الموجود لديهم هم يبادرون إلى الإصلاح وإلى العمل وإلى الدعوة وإلى الخير. السؤال الذي يطرح نفسه، أين العهد القديم؟ أين ما كنا نصنعه سابقا؟ يعني الآن أيام الحشمة كانت موجودة وحصل عندنا أمر لافت للنظر ومبادرات خيرة ونافعة لأشخاص ذكرنا أنهم هم الطير الأبابيل داخل المجتمع، وقلنا أن الطير الأبابيل هم طير أبابيل كما في القصة، في قصة أصحاب الفيل، أننا لا نعرفهم. مثل الطير الأبابيل في قصة أصحاب الفيل أنهم عبارة عن طير حتى لا نعرف ما نوع هذا الطير، مع أن القصة تذكر أناس معروفين زي عبد المطلب، مثل قريش، مثل أبرهة، يعني موجود أسماء معارف، أسماء خلدها التاريخ، بينما النصرة جاءت من الله عز وجل لأناس أو لطائر اللي هو طائر الأبابيل، وهو طائر غير معروف. وقلنا أن هذه المبادرات التي تمت علمنا بعضها والله عز وجل يعلم البقية، فكان في مبادرات كثير. من حقنا اليوم نسأل ونتكلم لإخواننا، أين الحماس؟ لماذا أطفئ ذلك الحماس؟
أين الجهود الخيرة؟ أين العمل للدين؟ المبادرات الإيجابية التي قامت. السؤال الآن، هل هذه الأعمال تحتاج إلى برنامج؟ يعني فرضا ولنقول، وهذا الكلام أنا أقوله لأحبتنا وأقدم الاعتذار أولا وأوسطا وآخرا، فرضا أن البرنامج أوقف. الشيخ عبد الله اللي ترى نمون عليهم مرة اليوم، معنا سيارتين ومعنا جوائز زهر الخير شيخ محمد الحسني، فنمون عليهم شوي. جيد، لكن هذا شأن الدين، نحن نتحدث عن الإسلام، نحن لا نتحدث عن قضية يعني تخصنا نحن في يعني في ذواتنا أنا أو أنت أو. لا، نتكلم فرضا أن البرنامج هذا أوقف أو انتقل إلى قناة أخرى أو انتهت مدته. هل المشاريع تتوقف؟ هل الأخوة الذين قاموا بهذا العمل قاموا لأجل أن البرنامج يشحن وسيتوقفون بمجرد أن يتوقف البرنامج؟ هذه الإشكالية أنا أقول أنها إشكالية موجودة في الأمة الإسلامية منذ 100 سنة، اللي هي قضية العيش على ردود الأفعال. صار عندنا حدث، تحمسنا وقمنا وانبرينا وكان عندنا يعني طاقة عملاقة استيقظت وبدأت مشاريع جيدة، ثم إذا انتهى الدافع انتهى الفعل. هذه القضية الإسلام أكبر وأجل وأعظم من أن يعيش أهله في دعوتهم إلى الله عز وجل التي خص الله هذه الأمة بها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الدعوة إلى الخير، وتأمرون بالمعروف ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة هي في أصلها لابد أن تبادر بهذا الأمر دون أن يكون هناك شيء، وسارعوا وسابقونا. والمشروع لابد أن يكون كل شخص في هذه الأمة يحمل هذا المشروع. نحن لا نريد أن يكون هناك فقط انفعالات مؤقتة ثم يأخذنا الحماس ونبدأ نبادر، وبعد ذلك نبدأ يقل الحماس، يقل إلى أن يذوب وينتهي. أحسن سيد عبد الله على هذه، يعني لما قلت كل إنسان لابد أن يكون له مشروع، يعني ربما يضخم بعضهم كلمة مشروع، أنا مسكين يوسف الهاجري مثلا وش عندي مشروع؟ يعني ماذا نقصد بكلمة؟ إذا جينا نقول للأفراد الأمة أن عليكم مشاريع تقدمونها لدينكم وأمتكم، ماذا نقصد بكلمة هذه المشاريع؟ الموجود في الآية: يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. ما أمر بسيط، الإسلام أبسط بكثير من هذه التعقيدات. ويبدأ أول المفكر هذا إنسان الله عز وجل أعطاه موهبة معينة، فيحاسب منا ومن أولي النهى: أنت لابد أن تقدم بحجم ما أعطاك الله عز وجل، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. العالم يحتاج إلى عمل يبادر به ويقوم به للأمة بحجم ما لديه من العلم والمكانة والجماهيرية. الرجل العادي يحتاج أيضا أن يقدم ما لديه من الطاقة والوسع، لكن الأمة لا تقوم على العلماء لوحدها، والأمة لا تقوم على المفكرين لوحدها، ولا تقوم على فرد لوحده. الأمة لابد أن تستنهض كل طاقاتها برمتها بأجمعها، لابد أن تتكاتف تعيش للدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الواو تقتضي المغايرة، فالصلاة والنسك تختلف عن الحياة، لأن بعض الناس يقول أننا نصلي، أننا نزكي، أننا نعمل الصالحات. الصلاة والنسك مطلوبة لله عز وجل، لكن تحتاج إلى أن تقدم حياتك كاملة. والذي قيل له هذا الكلام هو محمد عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتك لابد أن تقدمها لله عز وجل من أجل الدين. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أول المسلمين، بمعنى أن المسلمين جميعا ونحن منهم لابد أن نكون مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام: صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. يجب أن تكون حياتنا كلها لله. اليوم عندنا اهتزاز في الإيمان، عندنا ضعف في اليقين بالله عز وجل، عدم فقه في المطلوب منا، فصار الإنسان يكتفي أحيانا بصلاة، زكاة، عبادات معينة، ويرى أنه أحدث النصر المبين الذي تستيقظ به الأمة. وهذا الكلام غير صحيح، لابد أن يكون لنا دعوة ومنهج غير الصلاة، بل إن الصلاة والعبادات إنما جعلت من أجل التقوي للدعوة لله عز وجل، وذلك مصداقة في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا ما هو القول الثقيل؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو داعي إلى الله عز وجل، ونحن يجب أن ننهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام، يكون لنا دعوة واضحة جدا، ما أفتر، ما نبغى نشتغل، لأن هنالك من ناشى من الدين أو سب الله عز وجل أو كان له كارثة معينة أحدثها داخل المجتمع فنهب ونقوم بواجبنا، ثم بعد ذلك نتراخى وينتهي الأمر، كأن صلاة كسوف.
الآن في صلاة الكسوف نذير من الله عز وجل وتخويف للعباد. فإذا ما صرخ الصارخ وقال الصلاة جامعة هب الناس وقاموا وصلوا. ليه؟ تسألهم يقول لأن هذا نذير من الله عز وجل، آية يخوف الله عز وجل بها العباد، قاموا صلوا، فإذا فتر من الصلاة رجعونا. طيب وتنظر الكسوف لا زال موجود، النذير لا زال قائم، على أي شيء نمت؟ إذا أمتن هذا نذير فالنذير لم ينتهي. نحن في عملنا للدين جزء كبير منا لا يوجد عنده إلا ردود أفعال، والإسلام أكرم وأعظم وأجل من أن يقوم أهله من أجله في ردود أفعال. لا ينحصر هذا الدين فقط في ردود الأفعال، المفترض أن يكون خطك البياني العام الخدمة لله، أنت مملوك لله عز وجل، أنت خادم للدين في كل تصرفاتك. ليش المجتمع اليوم نجد سواء كان المجتمع في مجتمع الأمة برمتها أو مجتمعنا في بلدنا، لماذا ظهر هذا الضعف؟ لماذا الناس بدأت تنكب على المعاصي؟ لماذا هذه الفواحش؟ لماذا هذا الفتور العام؟ لأن الصالحين أصلا عندهم فتور عام. والذي يتأمل في زمن مضى يجد مثلا في فترة من الفترات قام الدعاة وهبوا أيام أزمة الخليج، هب الدعاة هبة قوية جدا، الواعظ في وعظه والعالم في دروسه وما يقدمه للناس من العلم والداعية في دعوته وصاحب الوعي ينشر الوعي عند الناس، فأصبح الناس يدخلون في الصحوة أفواجه، يدخلون في الصحوة أفواجه، هذا التزم، هذا صلح، هذا فيه خير، الرجل ترك الأغاني. ما الذي دعاهم إلى هذا الأمر؟ لم ينزل ملائكة ولا هنالك كرامات، هي سنة واضحة بقدر خدمتنا للدين وقيامنا جميعا بقدر ما ينزل الله عز وجل بركاته بقدر ما ينزل نصره. اليوم عدد ثلة كبيرة من الخيرين والصالحين صار صاحب طروحات، صاحب فكر، صاحب آراء ما لها دخل بالمجتمع، تجي تتابعه في ميدان كتابته، وأنا أخص يعني اهتماماته، إيه نعم اهتمامات، أخص مجالسه، أخص برامجه الإعلامية، أخص كتاباته في الإنترنت أو في التويتر، تابعه اليوم واليومين والشهر والشهرين، يتكلم في أمور ما لها علاقة بالواقع المعاش. نحن نحتاج هذه الطاقة لخدمة الدين، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، والرجل يعيش في عالم آخر، عالم لا تدري. يعني مثل ما كنا نشبه يعني ما كان عليه الفلاسفة في حديثهم البعيد عن الواقع، هو فعلا فيلسوف يتحدث في أمر آخر ما له علاقة لا بدين الناس ولا بإيمانهم ولا بردهم له. هذه الاطروحات جعلت طاقتنا تتبعثر تتوزع، لم يعد الخطيب يشعر بدوره في توعية الناس أشبه بالوجبة الأسبوعية، يوعي الناس بدورهم بدينهم ما الذي يحيط بهم، أصبح خطبة النسخ واللصق، خطبة نسخ ولصق، يطبعها ثم يجي يتكلم للناس والناس في برود تام، يعلمون أن الرجل لا يتحدث من قلبه. نتكلم عن البعض الذين يعني لا يتلمسون هذه الحاجة يا والرسالة يعني. نحن نتحدث عن آفة منتشرة، نحن لا نشمل الجميع، لكن نقول آفة استحقت منا أن نتحدث، لا بد أن نكون صرحاء. أنا لا أتحدث عن الخطبة لوحدهم، حتى بعض العلماء لا نجد له أي صوت الآن، في سواء كان في مصائبنا العالمية وجراحات الإسلام في الخارج، سواء كانت الجراحات العقدية وهي الأهم أو الجراحات الجسدية والقتل والأشلاء والتقطيع، ما سمعنا لا كلام هنا ولا كلام هنا. فهل هذا هو دورك يا عالمنا وحبيبنا وهم قدوتنا وهم يعني الله عز وجل رفع شأنهم، لكن بقدر رفع شأنهم بقدر ما يعظم المطلوب منهم. يعني كان يفهم منك الشيخ عبد الله وانا حريص على هذا المفهوم الذي هو يعني هو حياة لنا جميعا، هو يعني ان يكون كل فرد من افراد هذه الأمة سواء كان عالما او شيخا او طالب علم او داعية او مهندسا او ميكانيكيا او طبيبا او معلما او سباكا او ايا كان من هذه، ايا كان من افراد الأمة، اما ابا زوجة اختا بنتا، ان يكون له دور تجاه دينه وان يقدم كل ما لديه وما يستطيع لخدمة هذا الدين ورفعته. حياته من ألفها إلى يائها تكون لله. إذا ما استيقظنا هذه اليقظة فإن الآفات ستنهشنا، والمفسدون سيطؤون أعناقنا ويبتزوننا ويبعدوننا عن ديننا. الآن لابد أن يكون عندنا النهضة العامة، لابد أن تستنفر الطاقات، لابد أن يشعر كل إنسان بأنه ليس رقما هامشيا في المعادلة. نعم. نصرة الدين أنت لست رقما هامشيا، أنت ضروري أنك تقوم، سواء كان الإنسان عنده قدرة على البناء والمجتمع يحتاج إلى بناء، أو كان في الصد ومواجهة الفساد الذي أصبح يغزونه سواء كان بالشبهات أو بالشهوات. صحيح. أئمة المساجد يستقبلون الناس خمسة فروض،
يعني تخيل أن الناس اللي هم ميدان الصراع بين الباطل وبين الحق، أنت من أنصار الحق، عندك الناس يجونك 5 مرات في المسجد، ما دورك؟ ما دورك في توعيتهم نصيحتهم وهم تعليمهم. يرون أنك قدوة، يرون أنك أنت الإمام وأنت أقرب إلى الله عز وجل، ثم يسحب لأي كتاب ويقرأ. طبعا هذا الآن نقول من يشعر بأنه أدى، يعني أدى جزء من المهمة، فتح كتاب، ما اجتهد في أن يبحث عن الكتاب الذي يناسب جماعة المسجد، ثم يحدثهم في أمور من الشرع لكنها ليست هي المهمة. ربما أن يحدثهم في شأن جزئي من الصلاة، وربما 3/4 من تحت يده لا يصلون، أو يتكلم عن الزكاة وكل ما معهم أموال فقراء مثلا، هذا وهكذا. نعم، لأنه لا يشعر أصلا بأن له دور مهم جدا وفاعل، هذا ثغرة، فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. المشكلة يأتي ويدخل الخصم من قبله ويتسلل، ونبدأ نشكو، نبدع في الأنين والصراخ والتأوه والتغني بالماضي دون أن يكون لنا دور واضح، يعني دور التحفيظ. أنا أضرب مثلا على دور التحفيظ، وإن كنت أرى والله أعلم اجتهادي الشخصي أن دور التحفيظ هي الفئة يعني من أكثر الفئات إنتاجا، وبيدها إخراج وصناعة القادة في المستقبل للخير والدين والصلاح والهداية، هم بالذات، لأنها هي المحضن الذي يؤوي مدة يعني 6 ساعات 7 ساعات يوميا، يكون في كنف رفقة صالحة، يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، ويتخطى عنق الزجاجة في مرحلة عمره، يعني الآن هو مرحلة المراقبة، بعدها هم يحتوونه ويصنعون منه ويساعدونه في التربية. الحقيقة أنا أقول أن أهل الباطل أدركوا حساسية وخطورة دور التحفيظ ابتداء من محمد علي باشا عام 1834. خطيرة دور التحفيظ، لأنها تصنع الإصلاح داخل المجتمع، فأهل الباطل يكرهون دور التحفيظ. العجيب على هذا الأمر لم ينالوا الرعاية منا، دعمهم، بل أقول أن حتى أهل العلم لا يجدون تلك الأهمية لدور التحفيظ، في حين أنهم هم المنبع الأساسي لإخراج الصالحين والقادة والدعاة بداخل أي مجتمع. لأن أصلا نجد في حياتنا لو تلفتنا داخل مجتمع واحد يقول أنا أبغى أهتدي، أنا أبغى أرجع إلى الله، يقول والله هذا المجتمع ما في أي مكان أقدر أنا أروح بحيث أن يحتويني، يعني محضن. لما الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صحبة صالحة، ماشي. طب أنا رحت وين، أين أتوجه؟ أبغى أتوجه إلى رفقة يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا أجد داخل المجتمع. إنسان يعيش في عمر 30 أراد أن يقبل على الخير، ما فيها، ما لا يوجد أماكن داخل المجتمع تتقبل هؤلاء الذين يرغبون في الهداية، في الانتقال من الظلمات إلى النور، لا يوجد إلا دور التحفيظ. دور التحفيظ لا تتقبل إلا فئة معينة، أعمار محددة، فهي الفئة الصامدة. أهل الشر يكيدون بهم بالمخططات الدولية والمحلية، وأهل الصلاح لا يدرون عن شأنهم شيئا، ومع ذلك أنا أقول هذا الكلام، وإن كنت أقف في صفهم وأدين الله بمحبتهم وأشد من أزرهم، إلا أنني أقول إن الواجب عليكم عظيم. نعم، هي دعوة يعني معرفة مكانه، يعني مسؤوليتهم العظيمة، وهي أيضا دعوة لإخواننا التجار في دعمهم، إخواننا حتى في داخل الحي الواحد دعم هذه الحلقات، وليس الخطاب يعني خطابا عاما، بل هو خطاب حتى أنا ومن جماعة المسجد، ويوجد حلقة في مسجدي وأبناء حيي، ما يمنعني يتكفل براتب حلقة، دعم للرحلات المسابقات، وهو من خير النفقة. نعم، لأن نعم، هذه النفقة هي دائمة يا وعد. يعني هي لما إنسان ينفق في 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 سبيل الله في هذا المجال، فإن الجيل الذي سيصلح يعني بعد سنين سيخرج من هذه الكوكبة أناس كل خير يصنعونه في الحياة، فلك أجره. صحيح. وأنا لا أريد أن أطيل في مسألة يعني دور التحفيظ، لكنني أتحدث عن أمر كان موجود سابقا وغاب عنا الآن، وأسأل عن أن يتمم لهم، وهو الدعوة داخل أماكن التعليم وطاولات الطلب، طاولات الدراسة. أحسنت، أقف عند هذا، أخذ عدد من الاتصالات. سيد عبد الرزاق الله خير، معي أخوي حسان، السلام عليكم أخوي حسان، تفضل أخوي حسان، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. السلام عليكم. سلامة الله وبركاته، تفضل أخوي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة المجلة الفضائية، وأشكر الشيخ محمد المحيسني على جهد الكبير اللي فعله. أولا نعلم أن الاختلاط هو يعني المجتمع
العربي والإسلامي لا يرضى أبدا في الاختلاط. فنحن الآن وجدنا من يريد أن يغربوننا، يجعلونا مثل الغرب، يعني بزعمة أننا نتحضر ونتقدم إلى الأفضل. ديننا الحنيف لم يضع الحجاب إلا ردعا لهذا الشيء. أحسنت أخوي حسان، سامحني عشان الوقت أخوان، ساعدوني في الوقت الله يجزاكم خير. أذهب إلى مداخلة أخرى. شكرا لك أخوي حسان، تضحت فكرتك. أخوي سعد. نعم تفضل. أخوي سعد تفضل، أعطيك العافية. أخوي سعد أنت على الهواء الآن. السلام سعيد عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي سعيد تفضل، الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكركم يا أخي وأخ محمد على هذا البرنامج. نعم الأستاذ عبد الله الداود معي أبو محمد. نقطتين أريد التداخل. النقطة الأولى، نعم، أكثر الناس يرون هذه البرامج، أسأل الله أن ينفع بها، ولكن يقولون أنتم تكبرون الموضوع، الموضوع يعني بسيط. وهذا نرجو عن التعليق على النقطة. طيب هذه النقطة. طيب الثانية. شكرا لك، هذه من الشبهات على ضيف الكريم يعلق عليها. معي أبو عبد الله. نعم. من سلطنة عمان. أبو عبد الله. نعم أبو عبد الله من سلطنة عمان، تفضل أنت على الهواء الآن. تفضل أخوي. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي. حياك الله. يحييك الخط. طيب شكرا لكم مداخلاتنا، يعني ولعل ان شاء الله يكون لنا وقت في يعني الرد عليها من الأستاذ عبد الله الداود. انتقل انا واياكم بعد ان يسمح لي ضيف الكريم الى فاصل. جزاك الله خير أستاذ عبد الله. فاصل اعزائي المشاهدين ثم نعود اليكم. أخبار أسرانا في العراق، وهل من بوادر لانفراج أزمتهم سريعا بإذن الله؟ هل صحيح أن الاعترافات تنتزع منهم انتزاعا ويوقع الواحد منهم على بياض؟ وكم عدد الذين أعدموا حتى الآن؟ ما الدور المطلوب منا جميعا تجاههم؟ وهل يمكن أن نؤخر التلاوم فيما بيننا ومن كان السبب حتى يرجعون إلينا سالمين؟ ماذا عن بيان لجنة حقوق الإنسان الأخير الموجه للعراق تجاه أسرانا هناك؟ أسرانا في العراق هو موضوع ساعة حوار مع ضيفنا الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان. يأتيكم اليوم. أعزائنا مشاهدي قنوات المجد الفضائية، حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني المجدتيفي.تيفي، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك المجد شانلز، وأيضا على تويتر @المجد شانلز. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب المجد شانلز. قنوات المجد الفضائية، متعة الإعلام الهادف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم. ننتقل بكم إلى فقرة السحب على مسابقة الاختلاط، بعد أن أقدم شكري لموقع الشيخ محمد المحيسني ولمن أشرف عليها مركز لها، وخص بالشكر أيضا
أخونا عبد الله بن محمد المحيسي الذي كان معنا باتصال دائم حول إشراف على هذه المسابقة، ولكل الأخوة الذين من خلف الكواليس الذين يعملون حتى 7 و8 صباحا يوميا من أجل فرز المتسابقين، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه المسابقة الخير والمنفعة، كما أدعو الله جل وعلا للشيخ عبد العزيز الطريفي بالشفاء العاجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بذلك عاجلا غير آجل، وأن يرفع ما به من بأس، إنه جواد كريم. أستاذ عبد الله سوف نسحب، سنبدأ، ما رأيك أنا أشيرك الآن؟ يعني هل نبدأ بالسيارات ونبدأ بالجوائز النقدية؟ لا، خلنا بالجوائز النقدية ثم نتدرج حتى تكون يعني أعلاها قيمة آخرها سحبا. جيد، نبدأ عندنا 18 جائزة نقدية وهي قدرها 500 ريال مقدم موقع الشيخ محمد المحسن. تفضل يا شيخ، نبدأ أول هذه 500 ريال. سنذكر الاسم مباشرة يا إخوان، وساعدونا عشان الوقت، وأذكر برقم اتصال الفائزين يتصلون لاستلام جوائزهم على الرقم التالي 0597386354، وسيظهر لكم تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى. نعم، الفائز الأول أحمد بن صالح الجعيثن. أحمد بن صالح الجعيثن، ما زالت الورقة موجودة والإجابة الجعيثن أيضا موجودة، عشان ما حد يقول والله ها لفينا ولا درنا، لكن الإجابة موجودة، إجابة صحيحة. أحمد اللي بعد، الثاني عشان الوقت، هذا الأول راح، أحمد بن صالح الجعيثن، ألف مبروك، 500 ريال. الفائز الثاني مكتوب ميمة. نعم، ميمة وميمة وميمة. اي نعم، الحسن البصري. اجابتها الحسن البصري، وهي الفائزة أميمة بالانجليزي، والرقم الان موجود، الحساب الان ظاهر على الشاشة. نعم، ننتقل للفائز الثالث، الف مبروك، 500 ريال. احنا متشوقين للسيارات شيخ عبد الله، ولعل يطرح فيها البركة، ونحن أيضا في هذا الوقت أيضا نشكر الشيخ محمد المحيسي على مثل هذه المبادرات التي نتحدث عنها يعني قبل قليل في أفراد الأمة، وهذا التجار جزاهم الله خير في مثل هذه المبادرات النافعة والعلمية. تفضل الثالث. طيب عندنا والله أرجوانة الحربي. أرجوانة الحربي. الحربي، احنا ندعو والله الإخوان إلى هويتنا العربية، كتابة الأسماء يعني بالعربي، فرصة إن شاء الله يكون في ترجمة العربي. نعم، أو تعريب ل... نعم، وفي حلقة من الحلقات أيضا في الصورة المائلة من المواضيع القادمة إذا تعلم ما يتعلق باللغة العربية، أذكر ضيفي الكريم تحدث بها سابقا. أنتقل إلى الفائز الرابع، وما زلنا في 500 ريال. أم سلطان سفانة 25. أم سلطان. طيب هذه الفائزة الرابعة 25، وما زلنا الآن في السيارة يعني، ولا زلنا أيضا حتى في مجال المسابقات يعني نهيب أرباب الأموال أن يكون لهم أيضا دور مساهمات في مثل هذا الميدان، خصوصا النفع الذي رأيناه والصدى الواسع داخل البيوت وداخل المنشآت التعليمية بسبب هذه المسابقة. يكون إن شاء الله من أراد أن يقيم مسابقة سواء كان عن طريق البرنامج أو غيره، أو غيرها. نعم، نعم. قطرة ندى ريم. ألف مبروك، 500 ريال إخواني سجلون معنا، وأدعو الرقم الذي موجود على الشاشة هذا الاستلام الجوائز، الاتصال غدا بإذن الله تعالى لاستلام الجوائز، وبإذن الله سوف تصلكم مباشرة سواء من داخل المملكة أو من خارجها. وأمر آخر أيضا في مسألة المسابقات، هو ليس القصد مسابقة، القصد أن النواحي بداخل المجتمعات الإسلامية التي تحتاج إلى الإصلاح نواحي كثير، ولعل يعني أحد جوانب تغذيتها أن يكون هناك أيضا مسابقات بهذه الصورة، لأنها تستثير همم الناس ومتابعتهم. نعم، عندنا يوسف. لا ليسر أنا تكفى، لا تكمل. العنزي يوسف. طيب العنزي الثاني الثالث يوسف. الرابع الخامس الآن، هذا السادس، يوسف العنزي. يوسف العنزي 500 ريال الذي يليه. احنا عاجلين عشان عندنا نلتقي مع الشيخ عبد الله ونكمل حديثنا حول ما مضى. نشكر جميع الاخوه الذين تواصلوا معنا من القنوات الفضائيه الاخرى التي بثت معنا الان، بالاضافه الى الشكر موصول لصحيفه التواصل ولكل الصحف الالكترونيه التي تغطي معنا هذه الاخبار. طيب الاخت هلا العنقري، ما شاء الله، الاخت هلا العنقري، اكتساح من اخواتنا الفاضلات هلا العنقري التي. طيب هذه الفائزة السابعة. طيب عدوا معي يا أخواني لو ضيعت ولا شيء احتياطا. ستة الآن، السابعة 500 ريال. بسم الله. عقيل الثامنة. طيب أجل طاحت ورقة. عقيل عبد الله
عقيل عقيل عبد الله عقيل عبد الله عقيل عبد الله نعم عقيل عبد الله واضح جدا. هذا الثامن. الآن ننتقل للتاسع. الفائز التاسع في 500 ريال بسم الله عائشة الطرهوني عائشة الطرهوني عائشة الطرهوني نعم هذه الفائزة التاسعة عائشة الطرهوني. أنتقل للعاشرة. بالنسبة للمسابقات أن ودنا يعني لو كان في حتى تنافس بين المدن يعني الشيخ محمد المحيسني هو من الرموز في منطقة القصيم وإنشان أن نقول أيضا منطقة التعليم في مكة لأننا نهيب بالجميع وإن شاء الله أن أهل الخير كثير لكن لعل يكون قصب السبق للشيخ محمد سهل الله خير مبادرة يشكر عليها. عندنا أسماء عبد الله أسماء عبد الله أسماء عبد الله طيب. هذه الأسماء الأولى العشر الآن. طيب الآن هؤلاء كلهم فائزين معنا ب 500 ريال. احنا عندنا 18 جائزة لهذه المرحلة الأولى الآن ثم ننتقل إلى يعني جالكسي والآيفون وساعات الراديو وأطقم الذهب والسيارات. طيب هدى عبد الله 1433 هدى عبد الله 500 ريال هدى عبد الله 500 ريال و433 نعم نعم نحن لدينا 18 جائزة نقدية 500 ريال أنفال ما شاء الله يعني خط كله الأسفل أخذ شوي يطلع رجال يا شيخ بأخذها بس ويبدو لنا أكثر من نساء والله يمكن عموما هذا علامة يستهلون يعني بس باب بس الله رجال أنفال فقط أنفال مكتوب وحسابها موجود خط في الأسفل H خط في الأسفل N نعم أنفال جيد جميع هذه عموما حتى لو كان في الآن قراءة البعض لو تشابه علينا أنفال وأنفال فهذه كلها موجودة تسلم للجنة واللجنة جزاهم الخير الآن موجودين معنا الآن في الكنترول ويعني يسجلوا مع الأسماء واحدة تلو الآخر تفضل أنا فواز كم؟ حمدان إيه؟ فواز الأخ فواز حمدان الأخ فواز فواز حمدان اللي بعده نعم نعم الآن الفائز الثالث عشر والرابع عشر أمل الحياة أمل الحياة بالعربي أيضا وبالإنجليزي أمل الحياة أمل شو هذه الرابع عشر نعم الحياة أمل الحياة واضح التي تليها هذه 14 الآن كلهم 500 ريال أنتقل إلى 15 إذا جسمي لا تقرأ يا شيخ طيب إن شاء الله أفوق الوصف أفوق الوصف الوصف هذا طبعا مالي مثيل بالإنجليزي مالي مثيل وبالعربي أفوق الوصف وثناء في ثناء والثناء لا يليق يحتاج إلى يعني فتوى شرعية في مثل هذا الاسم صراحة أفوق طيب. الوصف يعني أفوق الوصف نعم. مالي مثيل أيضا جزاك الله خير ودعوة للتصحيح نعم دعوة للتصحيح هذه الصورة المائلة لا يمنع لا يمنع من أن تأخذ الجائزة أي لا أبدا حقها 16 طيب أفوق الوصف الآن 17 تفضل شيخ عبد الله عندنا الاسم سوسو سوسو وبعدين يوجد رقم 30821 سوسو خفنا شوشو 39 طيب سوسو اي نعم طيب هذا رقم 16 انا عد وانسى الظاهر طيب كم وصل عندك الان هذا 16 طيب ايه وبتاكد ثانيه الان عشان ما ندخل على السيارات نتوهق 2 3 4 16 اللي معك 17 شيخ عبد الله تفضل 17 طيب هذا موجود عندنا بالاسم بالانجليزي اي نعم اكس لوبر اي اكس لوبر ما شاء الله شيخ عبد الله لغتك ممتازه عسى والله طيب طبعا اكس لوبر هو لا نحتاج اللي بعده نعم كل الاعداد هو صاحبه فقط هو الذي يدرك نعم 17 الان 18 اخر سحب لدي للجوائز النقديه آخر سحب بالجواز ثم سأبدأ بالجالكسي بعدها بالجالكسي هذا 18 500 ريال 500 ريال ما شاء الله يعني جميلة الاسم
النوري العزي. حلو. نوري العزي. نعم. أم لينا. نعم. نوري العزي أم لينا. نوري العزي أم لينا. أم لينا. والله لو أنا ما قريتها يا شيخ ما شاء الله تبارك الله ممتاز. طيب. الآن انتهينا من 18 فائز أو فائزة أيضا في الجوائز النقدية 500 ريال. أنتقل أنا وإياكم ومع ضيف الكريم أيضا الآن نسحب على جائزة الجوال الجالكسي. الآن تفضل الشيخ عبد الله. جوال جالكسي. جوال جالكسي كم رقم؟ واحد. جوال جالكسي. طيب. واحد اليوم. اليوم لدينا 25 جائزة والحلقة القادمة 25 جائزة. تم تقسيمها بين الحلقتين. طيب. منى الشبلان. منى الشبلان. الشبلان تستاهل جوال جالكسي. ألف ألف مبروك. الشبلان. عاد ما أدري هل الصورة بتكون واضحة أو لا. واضح إن شاء الله. واضح. الشبلان ام خط في الاسفل اس اتش. جيد. جوال جالكسي. الان انتقل الى جوال الايفون. هذه بكتب عليها جالكسي. جالكسي. انتقل جوال الايفون. جوال الايفون الان فائزه او فائزه. تفضل يا شيخ. التي استحقت الجائزه اسمها بالانجليزي جميله. نعم. جميلة لكن العلامة الفارقة ممكن يتشابه مع اسم آخر. بالأول رقم 3 بالإنجليزي 3. جميلة. جميلة بالإنجليزي. جميلة بالإنجليزي وفيها علامة تعجب أيضا. طيب. نعم. جميلة. جميلة. مبروك الآيفون. مبروك الآيفون. أنتقل لساعة الراديو. أنتقل لساعة الراديو شيخ عبد الله تفضل. أكرر شكري لموقع الشيخ محمد المحيسي على هذه المبادرة الطيبة وما زلنا يعني نحصد هذه الجوائز والمسابقة التي سوف تمتد إلى الأسبوع القادم والسحب الثاني بإذن الله سوف يكون على شرف عبد العزيز الطريفي بعد شفائه بإذن الله تعالى. طيب هذا الاسم بالإنجليزي R. أينا. White Claude. R White Claude مكتوب صيغة مرتين يعني برد شديد أو صاحبه أعلم به. طيب هذه ساعة الراديو. ساعة الراديو ها نقرأه ولا هذا عد الآن تبين نقرب لك ثانية يا شيخ. نقربه ثانية تفضل. هذا الثاني. الآن سوف نسحب بعد ذلك إلى على أطقم الذهب وعندنا طقمين ذهب اليوم. طقمين ذهب. طقمين ذهب بعد قليل سوف نسحب عليها يا شيخ عبد الله ونتمنى أن ينال إن شاء الله من نصيب أخواتنا جميعا وإخواننا جميعا. تفضل الآن طقم الذهب. بس خضيتها يا شيخ لأن يمكن أبشر تعرف أسماء منا ولا شيء نكتب والله يعني الإخوان اليوم ما شاء الله يعني على المنشن يدعون الله كل واحد يقول يا رب أفوز يا رب أفوز ما حد دعا لغيره ولا قال يا رب يفوز إخواني يعني لا وطبعا إن شاء الله جميعهم يوقنون بأن الأرزاق بيد الله عز وجل وقد كتبت من الحمد لله. نعم. فلن يجد الإنسان إلا ما كتب الله له. الآن طقم ذهب. محمد العيسى. محمد استاهل العيسى. عبد الله. محمد العيسى طقم ذهب. ألف مبروك لمحمد العيسى. محمد العيسى أبو نورة. نعم. أبو نورة بالإنجليزي بالعربي محمد العيسى. يستاهل. محمد العيسى الاسم واضح. محمد العيسى أبو نورة. طيب شكرا لك. طقم ذهب الاسم الآخر. الآن طقم ذهب آخر. تفضل شيخ عبد الله طقم ذهب آخر. طيب أذكر بالرقم الاتصال الموجود هذا فقط لتسليم الجوائز يا إخواني. أرجو عدم الاتصال به إلا لتسليم الجوائز لمن ظهر اسمه على البرنامج الآن وكان من الفائزين وبإمكانه أيضا يعني سيكون يعني تنزل جميع الأسماء على الموقع موقع الشيخ محمد المحيسي للتأكد. تفضل الشيخ عبد الله. الأسطورة بالعربي. الأسطورة 20 بالإنجليزي. الأسطورة جميل. نعم بالعربي الأسطورة بالإنجليزي الأسطورة 20. جميل. الأسطورة وطقم ذهب. ألف ألف مبروك طقم الذهب. الآن قربنا من السيارات يا شيخ. طقم ذهب. الآن عندنا سيارتين. سيارة صغيرة وسيارة كبيرة. نبدأ بالسيارة الصغيرة. طيب السيارة الصغيرة إيش والسيارة الكبيرة؟ أي السيارة الصغيرة طالعة لكم تخرج إن شاء الله مخرجنا أستاذ وائل الله يعطيه العافية مجهزها لنا وسوف تخرج لنا الآن السيارة يعني من خلال التعريف بها بعد قليل ومشاهدة صورتها التي أسر سبحانه وتعالى تكون له نفعا وبركة ونبارك للفائزين من الآن يعني وخلونا نحوس الأوراق إذا مرة أخرى يعني زميل الشيخ يطلع أسماء أحد الأخوة الموجودين أو برا طيب شيخ الآن سيارة
انتهيت الان؟ انا خضيتك بتخطها ثانيه؟ ما ادري والله، انا اشوف انا احتياط، انا بس يمكن يعني ما زلت كان ما في ثقه يعني. لا 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 طيب. بس المخرج امرني قال لكن هذه المشاعر المشاعر الان التي يجدها الاخوه في مثل هذه الجوائز يعني هي انا اقول لعلها تذكرنا بمشاعر ان شاء الله في يوم العرض الاكبر الصغيرة الآن يوم الجوائز الذي يعطى الإنسان، صلى الله عليه وسلم نكون جميعا ممن يؤتى كتابه بيمينه. يعني شوف كيف الآن تشرب بالنفوس لأمره في الأخير يعني شيء من الدنيا، عرض من عرض الدنيا. السيارة الصغيرة موجودة، أي نعم هذه هي على الشاشة أيضا، وكان إخواني يشاهدون يستمتعون مشاهدتها سواء فازوا ولا ما فازوا، الفائز إن شاء الله بينال الاستمتاع فيها واللي مو فائز ينال مشاهدتها والحمد لله. أنا لا أدري يعني شعور أننا ندعو لمن قدم هذه الجوائز وجزا الله خيرا وأخلف له بركة في ولده وفي ماله، هذه النفقة التي أعطاها لا يوجد لها أي مردود إلا إصلاح للناس وخير للناس، وإن كان يعني مظهرها جائزة أو ما إلى ذلك، لكن هو في النهاية هو رجل يطلب الجنان، صلى الله عليه وسلم أن يخلف عليه بخير. الفائز سيارة صغيرة مقدم موقع الشيخ محمد الحسني، تفضل يا شيخ. المعتزة المعتزة بدينها في خطأ إملائي نغيرها تعدل لاحقا، بس شوف الاسم وفقها المعتزة نعم بدينها ألف مبروك ألف مبروك المعتزة بدينها بدينها اسم جميل، ونحن دوما نركز على هذه النقطة أن المرأة عليها أن تعتز بدينها والرجل كذلك، لكننا نحن في عصر ما دام الصراع في المرأة وتغريبها وابعادها عن دينها حتى أصبحت تخجل من دينها، إلا أن الأخت الحمد لله ما شاء كان الله الاسم تستاهل موفقا، لعل أيضا يكون توفيق يعني نبراس لغيرها من أخواتنا في أن تكون الأسماء فيها اعتزاز بالدين. نعم ندعوها أيضا تصحيح الخطأ الإملائي، والفائزة معنا هي كانت بالسيارة الصغيرة، السيارة الصغيرة عشان ما نختلف ونزعل على بعض، السيارة الصغيرة والرقم موجود لحفظه يا إخواني، غدا الاتصال بهم لتنسيق استلام الجوائز. أما الآن سوف نسحب على السيارة الكبيرة الشيخ عبد الله، التي أسأل الله سبحانه وتعالى تكون نصيب من يستحقها نخلطها شيء المخرج يقول خلطوها زوج. طيب يعني أذكر أن المسابقة ما زالت قائمة الشيخ عبد الله والإخوة يعني المشاهدين معنا والإخوات المشاهدات، ما زالت المسابقة قائمة الأسبوع القادم مستمر يوميا المنتصف. نعم وبإذن الله ستكون مسابقة منذ غد يوم السبت والأحد الأحد والثلاثاء، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ستة أيام. نعم. سيكون إن شاء الله موعدنا في الحلقة ما قبل في الحلقة القادمة سيكون إن شاء الله السحب أيضا، تكون هي الحلقة قبل الحج. نعم بإذن الله إن شاء الله. طيب بسم الله. السيارة الآن صورتها طالعة أمامنا الآن، سيارة حتى بنفس اللون الذهبي، تم اختيار الألوان بعناية فائقة. لا هذه بسيارتنا الصغيرة، احنا سيارتنا الكبيرة، السيارة الكبيرة الآن لونها ذهبي. نعلن قبل ما تطلع لا. السيارة لا طلعت السيارة قبل شوي وترجع هي تدور معنا. يلا تفضل شيخ عبد الله عطنا الاسم. بسم لا الله ودنا نعطي الاسم حد نستعين بالله. يلا غيروها يا اخواني سوف تغير الآن معنا تلقائيا. تفضل شيخ عبد الله تفضل، فيديو هو ماشي بيمشي بيجينا الآن. الاسم هو طيب الاسم بنت الكندري. ما شاء الله بنت ما شاء الكندري. ألف 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 مبروك ألف مبروك بجائزة السيارة الكندري لكل فاز ما شاء الله أخوات الفاضلات بنت الكندري أم كندر. نعم بنت الكندري أو الكندري أو الكندري. نعم جميل. والسيارة هي السيارة الكبيرة والآن موجودة على الشاشة أيضا لمشاهدتها والتأكد منها بنفس هذا اللون. ما شاء الله. أنا مضطر لقراءة الإجابة التي كتبتها يا شيخ عبد الله إن سمحت لي. يعني هي تذكر إجابة اختلاط الأسواق لحاجة وبكامل ستر المرأة فتأخذ حاجتها وتمضي ويعتبر من التجمعات العارضة فهو جائز بعكس التعليم فهو دائم وممنوع، وبلا شك أن هذا وعي رائع جدا من إجابتها. أسأل سبحانه تمم عليها. الفائزة بنت الكندري السيارة الكبيرة. ألف ألف مبروك لجميع الفائزين معنا، وأذكر أيضا بإخواني بالرقم الذي يظهر لكم على الشاشة التواصل معه لاستلام الجوائز غدا بإذن الله تعالى يستلمونها. أذهب بكم الآن إلى إعلان المسابقة مرة أخرى فإلى هناك. الآن ولأول مرة مسابقة على تويتر، اربح 4 سيارات، 3 أطقم من الذهب، أجهزة آيفون، أجهزة آيباد، ساعات راديو،
كن أحد 50 فائزا بالاشتراك في المسابقة على كتاب الاختلاط، وذلك من خلال المشاركة عبر حساب تويتر الاختلاط سؤال وجواب، حيث سيتم تحديد 10 صفحات يوميا من الكتاب، ثم طرح سؤال كل يوم في 10 مساء من هذا الجزء على حساب تويتر. تؤخذ أسرع 100 إجابة صحيحة. تمتد فترة المسابقة من يوم الأحد الموافق للحادي 21 من ذي القعدة من العام 1433 إلى يوم السبت الموافق للرابع من ذي الحجة من العام 1433 هجري. سيتم السحب على الإجابات الصحيحة في اليوم الأخير على الهواء مباشرة في برنامج الصورة المائلة على قناة المجد بحضور الشيخ عبد العزيز الطريفي الراعي الرسمي موقع الشيخ محمد المحيسني تحت إشراف مركز لها للتدريب النسائي لها أونلاين الراعي الإعلامي قناة المجد برنامج الصورة المائلة. تجدون كتاب المسابقة وتفاصيل أدق على حساب الاختلاط سؤال وجواب آت محيسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف مبروك لجميع الفائزين والفائزات معنا في مسابقة الاختلاط في كتاب الشيخ عبد العزيز الطريفي. شكر الله لموقع الشيخ محمد المحسني رعايتهم الرسمية لهذه المسابقة، وما زلنا معكم خلال الأسبوع القادم، المسابقة مستمرة. أتمنى التواصل والتحفيز مرة أخرى. ألف ألف مبروك لجميع الفائزين. معي أحد الإخوة المتصلين الأستاذ محمد يحيى المعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، السلام عليكم الشيخ محمد. أهلا وسهلا. الله يحييك، تفضل. جزاك خير. نحن كنا نتحدث عن كثير من المبادرات يعني الناجحة والنافعة في المجتمع، أترك الحديث لكم حول ذلك، تفضل. تفضل أستاذ محمد. أستاذ محمد معي؟ معك. تفضل أستاذ محمد، تفضل بالمشاركة، تفضل. جزاك خير، حياكم الله. الواقع حبيت أقدم شكر الامتنان للأخ عبد الله، جزاه الله خير. ويسرني أن نقدم مع بداية العام الهجري القادم إن شاء الله تعالى شركة التعاون العالمية للتنمية الأسرية، وهي شركة تهتم بالتنمية الأسرية والاجتماعية من خلال مشاريعها أو من خلال شركاتها الأربع. وأول الشركات هي دار خديجة للأسواق العالمية، وهي تختص بإنشاء وتأسيس وإدارة أسواق مغلقة نسائية 100%، إدارة نسائية 100%. هذا إلى جانب شركة رفيدة للمشافي النسائية، وهي تختص بإنشاء وتشغيل مستشفيات خاصة بالنساء مغلقة 100%. هذا إلى جانب نقل التجربة السعودية الناجحة والرائدة في تعليم المرأة من خلال نقل هذه التجربة السعودية إلى مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، من خلال تأسيس دار عائشة لتعليم البنات العالمية. والشركة الرابعة وهي شركة أمانة للنقل النسائي، وهي شركة تختص بالنقل النسائي بتأمين وسائل نقل آمنة للمرأة المسلمة من خلال توفير السائق مع المحرم في تأمين وسائل نقل أمينة للمرأة المسلمة. وهذه بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم ما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من قرار تأنيس المحلات النسائية، بحيث أن المرأة تبيع للمرأة، وانبثقت هذه الفكرة من خلال هذا القرار الحكيم. ونقدم شكرنا وتقديرنا وخالص امتناننا لخادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الذي تحمده له الأجيال القادمة بإذن الله. الحمد لله، شكرا لكم أستاذ محمد على هذه المبادرة التي أسر سبحانه وتعالى مزين حسناتكم.
كان معي محمد يحيى المعلم رئيس مجلس الإدارة لشركة التعاون العالمية للتنمية الأسرية، وأترك التعليق لكم في أقل من 20 ثانية على مثل هذه المبادرات الطيبة الضخمة جدا التي يعني نفعها للمجتمع المسلم وتحقق ضوابطها الشرعية بكل وضوح. جيد، 20 ثانية ما أدري انتهت 20 ثانية، لكن بالجملة أنا هذا أقول هذا الكلام، النداء الذي كنا ننادي به لم يكن ضربا من الخيال، ولم نكن نأخذ ريشة رسام حتى نتكلم في شيء لا يمكن تحقيقه. هذا الآن مثال ونموذج على مناحي عدة، اللي هو في مجال التجارة الأسواق النسائية، أو في مجال التعليم، أو في مجال المستشفيات، أو في مجال النقل. وهذه المبادرة من رجل تقدم وتحدث، كم بأيدينا من الإمكانيات التي ممكن أن نصنعها. وأنا أقول هذا الكلام لأننا في زمن الذي ينوح ويشتكي ويعطينا فنون الأنين والتحسر عدد ضخم جدا من أهل الخير، والذين نتفائل فيهم أن يكون لهم دور في إصلاح المجتمع. شكر الله لكم سيد عبد الله. قبل أن أختم نقطة فقط أخيرة، أنا أقول على البركة في المسابقة التي حصلت، أن من قدم المال ضحى لله عز وجل دون أن يكون لأي مردود إلا طلب الأجر. والشيخ عبد العزيز الطريفي أيضا صلى الله عليه وسلم له الشفاء والعافية، وحق على كل مسلم أن يدعو له. أيضا الكتاب الذي أقيم عليه أقيمة عليه المسابقة هو وقف خيري لله عز وجل لا يأخذ من ورائه شيئا. والقناة المباركة قدمت أيضا ما قدمت في ترك المجال، نعم لله عز وجل. فلما كان هذا العمل لله أو كانت في هذه البركة. شكرا شيخ عبد الله، زكاة أعتذر إليك دائما الوقت داهمني، وزاك الله خير. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، أذكر ما زالت المشاركة في المسابقة مفتوحة حتى الذين ظهرت أسماءهم، يحق لهم الفوز مرة أخرى في الأسبوع القادم. نلتقي نحن وإياكم على خير السبت القادم. السلام عليكم ورحمة